وبركاته. مرحبا بكم معايا قناة شهيوات منزلية. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الغداء اللي هو خفيف وكيجي زوين وبسيط في نفس الوقت. غادي نوجدوا طاوة ديال السردين بالخضر، كتجي زوينة بزاف بزاف وكتجي لذيذة، نتمنى تجربوها. انا هنا رافقتها بشوية ديال التكتوكة والزعلوك والزيتون. كانت هذه هي وجبة الغداء لنا، نتمنى تقبلوا علينا وتعجبكم الوصفة. وندوزو الطريقة والمقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا المقادير على حسب افراد الاسرة. انا عندي هنايا غندير هاد لاطا، هادي درت فيها واحد جوج بصلات كبارين، درتهم دوائر على هاد الشكل هذا. وعندي هنايا بطاطا قطعتها حتى هي دوائر بحال هكا. وهنا عندي فلافل الوان، عندي الفلفله صفراء وحمراء وخضراء، عندي مطيشه حتى هي دوائر، واحد جوج مطيشات دوائر، عندي واحد الحامضه حتى هي مقطعه بحال هكا، وعندي الحار. عندي هنا واحد كيلو ونص ديال السردين اللي نقيته، حيت لي سلسون ونقيته بحال هذا الشكل هذا. وعندي هنايا بالنسبه للشرموله ديال السردين ديالنا غنديرو، عندي هنا واحد مطيشه صغيره محكوكه، عندي هنايا كميه ديال الربيع ديال القزبر ومعدنوس مقطعه مزيان رقيقه، وعندي هنايا واحد الخمسة ديال الفصوص ديال الثوم حتى هما محكوكين، عندي هنايا واحد عصير نص حامضه، عندي الملح حسب الذوق، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، وعندي معلقه ديال الخرقوم ما عمرش بزاف، وعندي معلقه ديال البزار، وعندي هنايا واحد الضويمه ديال الزعفران باش يعطينا اللون، ما كتعطي لا مذاق لا والو، باش يعطينا اللون في لاطا ديالنا. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال مطيشه ديال الحك. نبداو نصيبو الشرموله ديالنا. بسم الله بسم الله. غادي ناخذو الربيع اللي قطعناه، نديرو هذا الربيع ديالنا، غادي ندير هاد المطيشه بحال هكا، عصير نص حامضه هنايا، غادي نضيف العطريه، نضيف بعدا هاد المطيشه ديال الحك، غادي نضيف هادي نخليها لاتي شويه نصايبها بيدي. هنايا عندنا معلقه ما عامراش ديال البزار، عندنا معلقه ديال الخرقوم، عندنا معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، غادي ناخذ هاد الضويمه ديالي غنديرها بحال هكا. هاد الضويمه باش تعطينا اللون السرديل ديالنا، ما جيناش بيض، ما كنستعملش انا داك ملون غذائي، كندير غير هادي كتعطينا اللون زوين. وغادي ندير الملحه حسب الذوق، عندي هنايا واحد شويه الماء، غندير تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء باش تطلق ليا هاد العطريه بحال هكا، هاد مطيشه ديال الحك. نخلط بيدي دا نحيدو هادي، نخلط بيدي. بسم الله نخلط هاد الشرموله ديالنا مزيان. الزيت قبيله نسيت ما ذكرتوش ليكم، الزيت غنديرو حتى للاخر. هاد الشرموله غنقسمها على جوج، النص غادي ندير نشرمل به السردين، والنص غنشرمل به داك البطاطا اللي غادي نديرو في الطاوه ديالنا بحال هكا، تقريبا نقسم بحال هكا. هاد النص غنشرمل نشد السردين بحال هكا، ندير بحال هكا عادي كما كنصايبو السردين ديالنا بحال هكا. نحاولو ندوزوهم من هنا حتى من الفوق، نسد شي طبسيل نفس الطريقه. غادي ناخذ بحال هكا، ندير عليها هادي، ندير بحال هكا، تنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي ديال السردين بنفس الطريقه. نتلاقى معكم. شرملت السردين ديالي بحال هكا، شرملته بحال هكا، غادي نخلي على جنب. وغناخذ هاد البطاطا اللي قطعت غادي نديرها حتى هي، غندوزها كلها غنشرملها فهاد الاخر، فهاد الشرموله بحال هكا.
هنا بعد ما تشرملات ليا مزيان هاد البطاطا غادي نصفها في اللاطه ديالي. ناخذ لاطه بحال هكا صافي ونبدا نصف هاد البطاطا بحال هكا. نصفها تنكمل الصينيه ديالي كامله صافي. هنا بعد ما صبت البطاطا كامله هذيك اللي عندي اللي شرملتها صبتها فوق البصله اللي كنت دايره في اللاطه. هذا الشرموله هذه غنخليها بلاتي تنسالي وغادي نستعملها. هنايا غادي ندير طريفات ديال الاخر ديال الفلفله بحال هكا، ماشي كلهم، غندير غير شويه هنا وشويه غنزين به من الفوق بحال هكا، ما غاديش ندير بزاف بحال هكا. وناخذ السردين ديالي غادي نصفو، ناخذ السردين نبدا نصيفي بحال هكا، نحطو نحاول نقادو نبقى بحال هكا تنكمل كامل هاد نكمل الدورة ديال هاد الصينية ديالي كاملة نفس الطريقة. هنايا بعد ما صفت داك السردين كامل صفتو في الصينيه ديالي غادي ندير دوائر الحامض، غندير بحال هكا، ندير بحال هكا دوائر ديال الحامض، وغندير مطيشه غادي ندير بحال هكا هاد الدوائر ديال الفلفلة. طاحت بها صافي. وهنا غادي ندير هاد الحار، ضروري الحار، ضروري الحار مع الحوت. غندير هاد الحار وغادي ناخد الشرموله اللي بقات غادي ندير ليها واحد شويه ديال الماء، غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الماء بحال هكا تقريبا واحد نص كاس صافي. نديرها من الفوق صافي بحال هكا، نديرها هكا من الفوق بحال هكا. ندير زيت العود، ندير هكا ويطات من فوق ديال زيت العود بهذا الشكل هذا. نحاول ندير واحد تقريبا واحد خمسة المعالق ولا هذه ديال الزيت باش ما يجيناش هاد الحوت ديالنا ناشف. هنايا غادي نسم انا هاد لاطا ديال الحوت، غنسمها بشويه ديال ازير يابس، ولا الا كان عندكم طري ماشي مشكل. غندير يازير وغندير او اكليل الجبل، وغادي ندير شويه ديال الزعتر حتى هويا كيجيو زوينين مع الحوت. هاد ازير والزعتر كيجيو النسمه ديالهم كتجي زوينه. اللي بغى يستغنى على هاد الخطوه هادي ماشي مشكل ما يديرهاش. غندير حتى الزعتر بحال هكا، وغادي ندير اللاطا ديالي في الفران طيب تقريبا واحد نص ساعه ونخرجها ونتلاقى معكم ان شاء الله. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال اللاطا ديالنا بعد ما طيبناها خليناها تطابت خليتها تنشفات من المريقه، وبقات فيها غير واحد شويه كتجي زوينه بزاف هاد الطاوه ديال الحوت. نتمنى انكم تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ديروا لايك للفيديو وبارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء، وتابوناو في القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وسلام عليكم، وما تنسوناش مدعواتكم وتعليقاتكم.